اون سبوت لا صوت يعلو فوق موقعه سان داونز. بكره لحظه الحلم اللي احنا ان شاء الله هنحققه بالتاهل، ولكن قبل ما ننتقل لبكره، الامس في كلام كتير جدا نقدر نقوله، وهو مباراه سان داونز في الذهاب اللي كانت فعلا فيها شغل فني من زمان. انا ما شفتش مدير فني النادي الاهلي بيحضر ويذاكر للمباراه بالشكل ده، وانا قلت قبل المباراه ان فايلر هيكون اقرب لسان داونز من ظله، لانه هو مدرب بيجيد التحضير، دي حاجه مميزه عند فايلر. حتى اتكلمنا عن فكره جيرالدو اللي فعلا ما لقيناهوش في القايمه والاسباب المختلفه، وشفناها نقاط ضعف هنستعرضها بالصور ازاي اتكلمنا عنها واتحققت. كمان سان داونز يتعرض لما يقرب من 24 محاوله، وده اعلى عدد تعرض ليه سان داونز من المحاولات اخر 3 سنوات، فقد الاستحواذ بشكل تام. سان داونز كان فعلا حرفيا في الملعب شبه مش موجود الا بمحاولات قليله جدا. عايز اقول كمان ان شراكه متولي وياسر ابراهيم دي من الحاجات المحببه الى قلبي، كنت سعيد جدا بكل حاجه عملها فايلر في المباراه دي اللي هنستعرضها معاكم. اكيد مباراه كانت ملحمه، واكيد مباراه قويه جدا زي ما قلنا، بدات من حماس الجمهور وثقته في اللاعبين، وان كان في زي ما الشوط الاول كان مختلف عن الشوط الثاني. يمكن طبعا في لاعبين كتير من لاعبي النادي الاهلي حاليا ما لعبوش امام الكم ده من جماهير النادي الاهلي بشكل كبير، فوارد جدا اذهان الماضي كانت او ذكريات الماضي في اذهان لاعبي النادي الاهلي، فكان الشوط الاول في تباين الى حد ما او الى حد بعيد عن الشوط الثاني اللي كانت رغبه الفوز موجوده من اول دقيقه من الشوط الثاني مع اللاعبين، ضغط من اول دقيقه، حتى نسبه الاستحواذ زادت. يعني لو استعرضنا التباين اللي حصل بين الشوط الاول والشوط الثاني نقدر نشوف قد ايه النادي الاهلي او اللاعبي النادي الاهلي كان عندهم رغبه اكيده في الفوز. طبعا اللي باللون الابيض ده الشوط الاول نسبه الاستحواذ النادي الاهلي كانت 58%، ارتفعت 66% في الشوط الثاني، على عكس طبعا سان داونز كان 42%، انخفضت ل 34%. محاولات على المرمى كانت واحدة اون تارجت من 8 في الشوط الاول واربعة من 8 الشوط الثاني، وده دقة في التصويب او اللعب على المرمى، وفي طبعا 8 بلوك عشان تكون 24 محاولة للنادي الاهلي مقابل محاولتين فقط لا غير. كانت المحاولة في الشوط الاول وتقريبا اول 30 ثانية ووقعت قلوبنا جميعا لسان داونز، ولكن الحمد لله قدر يتعامل معها الشناوي ببراعة. النادي الاهلي ما قدرش يخلق فرص محققة في الشوط الاول على عكس الشوط الثاني، عنده فرصتين محققتين، على عكس سان داونز اللي كان ليه الفرصه المحققه اللي تعامل معها الشناوي في الشوط الثاني ما كانش ليه اي فرصه او اي خطوره على مرمى الشناوي. عدد التمريرات حتى في الشوط الاول عند النادي الاهلي ارتفع من 235 ارتفع في الشوط الثاني ل 282، وبالتالي ايضا كل التمريرات او عدد التمريرات عند فريق سان داونز الشوط الثاني مختلفه، 172 الشوط الاول انخفضت ل 144، دقه التمرير حتى انخفضت برغم مع انخفاض عدد التمريرات عند سان داونز كانت 72 الشوط الاول 66 الشوط الثاني، على عكس النادي الاهلي اللي مع كثره التمريرات في الشوط الثاني ولكن كان في دقه في التمرير. حتى الركنيات كانت ركنيه واحده في الشوط الاول زادت في الشوط الثاني للنادي الاهلي على عكس سان داونز. يعني كل تباين موجود في الشوط الاول عن الشوط الثاني بيرجح كفه النادي الاهلي، وده ربما مش بس خاضع لتعامل نفسي مع بدايه المباراه، اكيد لتغييرات المدير الفني بنزول وليد سليمان مع احمد الشيخ، طبعا مع تغيير جونيور ارجاييه ومروان محسن ونزول بادجي اللي عمل اداء مميز جدا في 22 دقيقه وتسبب في الهدف الثاني، ولكن كان نجم اللقاء واللي دايما حابب اتوقف عنده خاصه في المباريات الافريقيه هو جونيور ارجاييه. بيتمتع بشخصيه غير طبيعيه وهي شخصيه النادي الاهلي، ايا كان عدد المدرجات ايا كان مين المنافس ايا كان مين الخصم، ارجاييه دايما هو مكان اللي بيمنحك الهدوء وقت العاصفه ما بتكون مشتده في الملعب. أجاييه كان محور الفوز الرئيسي للنادي الاهلي، طبعا تالق علي معلول تسجيل هدف وركله جزاء، ولكن أجاييه كان هو عامل السحر، وكان من بدايه الشوط الاول لاعب واقف على رجله صح، ما بيخافش من اي مواقف، وده المهم في اللاعب انه يكون في المواقف الكبيره والماتشات الكبيره تلاقيه، وهو ده فارس اللي شفناه مع جونيور ارجاييه. يمكن على حتى ماتش النجم الساحلي بلاتينيوم كان دايما موجود وقت ما يكون الدنيا بيكون فيها بعض الصعوبات مع بعض اللاعبين. بص احمد، جونيور ارجاييه في ميزه، فكره اللاعب اللي بيظهر
لبقيه عناصر الفريق عشان يستلم مهما كانت الضغوط. كتير جدا لاعبين بتشوفهم في المباريات المتوسطه نسبيا وبتلاقيه بيختفي. انت دايما تسال نفسك سؤال، ليه اللاعب ده مش بتاع المباريات الكبيره؟ هي الحته دي. فكره انا بظهر جونيور اجاييه مهما كان المنافس يا احمد، ايا كان المنافس مين، دايما بيتحرك لعناصر الفريق ويروح لهم عشان يستلم الكوره، بيلعب كمهاجم واحد، بيلعب كلاعب وسط مهاجم من العمق، او بيلعب كجناح. الثلاث اماكن لما بيلعب فيهم بيعمل نفس الدور ده. حاجه اهم بختلف مع احمد نسبيا، هو اكيد الشوط الثاني كان افضل، ولكن انا عندي راي ان فايلر لم يخسر اي دقائق من دقائق المباراه. يمكن تحسن فاعليه النادي الاهلي في المحاولات اون تارجت في الشوط الثاني، ولكن من اللحظه الاولى فايلر عارف هو مذاكر نازل يعمل ايه. من اول دقيقه فكره عدد او حجم الكرات الاون تارجت في العالم كله ده تصنيف تاني، بعد ما هل المدرب عمل الهوم ورك بتاعه، هل ذاكر الفريق بشكل كويس ولا لا، هل بنى التاكتكس بشكل صح ولا لا، ده اللي فايلر عمله. انت مستحوذ من بدايه الشوط، 8 محاولات الشوط الاول، تمريرات بعدد كبير جدا، حتى الركنيات، كل حاجه انت عملتها في الشوط الاول. الشوط الثاني الفاعليه فعلا احمد كانت افضل، بس هل ايه اللي خلى فايلر يوصل لكده؟ هنا وفي المكان ده اتكلمنا معاكم قبل مباراه سان داونز ان اكيد سان داونز تلقى الثلاث اهداف في دور المجموعات، منهم هدفين من الجبهه اليمنى ونقاط ضعف كتير المحللين اتكلموا فيها، ولكن راهنا على حاجه قلنا هنشوف فايلر هيستغلها ولا لا. منطقة زون 14 وشرحناها، المنطقة اللي قلنا أمام قلبي الدفاع وبعد ثنائي الارتكاز، الحتة اللي في العمق دي بطول الملعب، بنشوف إن في تحركات للفريق المنافس وتصويبات، مفيش بلوكينج بيتعمل، مفيش المكان ده بيتقفل بشكل مناسب، بيقدر المنافس يسدد منها. هل فايلر أرى ده ولا شافه بالملعب ولا لا، بعيد عن الارقام اللي بتعكس انه فعلا عمل ده؟ لو شفنا الصور معانا هنستعرض هل هي مجرد فكره ولا طول المباراه. دي كانت لقطه في بدايه المباراه، وهنا واضح ان اللاعبين بتميل للاختراق من العمق وليس الاطراف. هنشوف اللاعب بيتقدم، البلوكينج مش ده البلوكينج خالص اللي مفترض يتعمل، مش دي طريقه ان اللاعب المساحه اللي مفترض المدافع يعمل فيها البلوكينج، الزاويه بتاعه التسديد، كل ده مش مقفول. نروح للصوره الثانيه سريعا، دي برضو بنشوف تصويبه بلوكينج غريب جدا معمول سيء، اللاعب اللي جنب اللاعب اللي بيسدد فاضي، كمان لاعب لو قدر يدخل للعمق هيكون بدون رقابه. نكمل للصوره اللي بعدها، شفنا هنا محاوله تسديد من قفشه والضغط عليه، زاوية التسديد لو قدر يعملها بليسنج على طريقة أريون روبن في الزاوية على يسار الحارس كان ممكن يكون هدف بسهولة جدا. نروح للصورة اللي بعدها، برضو نفس المنطقة، تسديد تعليمات واضحة من فايلر، سدد، كان كل اللاعبين بيبقى عندها فرص لفتح الأطراف وكانت الكرة بتميل لعمق الملعب للتصويب. نروح للصورة اللي بعدها، نفس الجملة، اللاعب بدون أي ضغط، مستحيل تلعب قدام فريق كبير يكون في المنطقة دي ما بيضغطش عليك بالشكل ده، صعب جدا في المنافسات الإقصائية وانت بتلعب فرق كبير يكون سايب لك المنطقة دي تصوب فيها بالشكل ده، والبلوكينج معمول على الخط بتاع ال 18 بشكل سيء جدا. نروح للصورة اللي بعدها، برضه نفس المساحة، هنا كل التفكير ما تروحش تكمل لآخر الخط أو تعمل إيرلي كروس، لا، اعمل للاعب اللي على حدود زوم 14 عشان يسدد. هنا الكرة دي اللي كان فيها ضربة الجزاء كانت واضحة جدا. نروح للصورة اللي بعدها، هنا برضه كان الخيار في التصويب من منطقة مفيش أي ضغط على اللاعب اللي بيصوب فيها بشكل غريب جدا، زي ما عرضنا صور لنفس الحالات دي قبل المباراة. نروح للصورة اللي بعدها، في برضو كثير جدا من التصويبات كانت بنفس الشكل يا احمد. وهنا ده السؤال، هل المدرب عمل الدور بتاعه ولا لا؟ فايلر عمل الدور بتاعه بشكل رائع. عايزين نتكلم، هل دي هتكون الفكره اللي انت هتلعب بيها مع سان داونز خارج الارض؟ اعتقد لا، لاسباب برضو هنستعرضها فيما يخص
طريقه لعب بكره سان داونز واهدافه من المباراه ايه، ولكن لازم فايلر كان يشكر على فكره ان المدرب اللي بيذاكر ده كان النادي الاهلي بيفتقده. وحتى لما اتسالت قبل المباراه تعتقد فايلر محتاج يعمل ايه، قلت فايلر يجيد التحضير وهو اللي عانينا منه في سنوات سابقه، خصوصا مع لازارتي كان مدرب ما بيذاكرش الفريق المنافس وبيعتمد على قدراتي انا ايه. بالظبط، لكن رينيه فايلر اعتمد ودرس كويس جدا فريق سان داونز وعرف نقاط الضعف فريق سان داونز وتعامل بشكل ايجابي، ولكن كان في بعض التصويبات تحديدا مجدي قفشه، كان معظم التصويبات كانت هي من مجدي قفشه، ولكن لم يتم التعامل بتصويبه مميزه خلال المباراه. حتى بعض الاوقات كانت التصويبه اللي محتاجه تتلعب من مره واحده كان بيحاول يسندها، واللي كانت محتاجه ان هو يسندها كان يلعبها من مره واحده. نتمنى التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي بكره ان شاء الله. جماهير النادي الاهلي قلقت بعد الحلقه اللي فاتت ورسائل كتير جات لنا، انتوا خوفتونا من سان داونز. اولا احنا بنحترم كل الخصوم، وخاصه ان بالفعل فريق سان داونز فريق لابد ان تحترمه لانه بيلعب كره قدم حديثه وعنده سرعات ومهارات كبيره جدا على مستوى الخط الامامي تحديدا. لكن هل سان داونز النتيجه 2-0 مرعبه الى حد بعيد؟ لا، انا حابين نطمنكم ان سان داونز في سنه 2020 تقريبا لعب حوالي 12 مباراه سواء بين الدوري المحلي وبطولات افريقيه، ما قدرش يكسب 3-0 غير مباراتين فقط لا غير، مباراه مع متزايل الدوري الجنوب افريقي تقريبا فريق امازولا، ومباراه مع بيترو اتلتيكو طبعا كانت في بدايه دور المجموعات، وان شاء الله متزايل مجموعته بالظبط متزايل مجموعته، وان شاء الله النادي الاهلي في مستوى تاني فني مختلف تماما. حابين بس ندي بعض الامل، نتيجه 2-0 نتيجه جيده جدا في الدور نصف النهائي في بطوله 2019، فريق الوداد المغربي قدر يفوز على سان داونز في المغرب 2-1، وكان المدير الفني الوداد وقتها فوزي البرنزارتي راح لعب جيم كبير جدا وقدر يطلع بالمباراه 0-0. عايزين نمنح ثقه للاعبينا، وبعض او زي ما في تويته قالت ان المباراه دي بتفكرنا بمباراه القطن الكاميروني، ده حقيقي نفس النتيجه تقريبا. فريق القطن الكاميروني كان مرعب جدا في 2008 وكانت المباراه تقريبا في جحيم في الكاميرون في جرواه، ولكن هدف احمد حسن انهى الامر تماما فقدرت تطلع بالمباراه دي تعادل ايجابي 2-2. وهنا النقطه المهمه جدا واللي اتمنى رينيه فايلر يلعب عليها هي فكره انا مش رايح اامن دفاعاتي قد ما رايح اقتل المباراه بهدف ربما يكون ان شاء الله هدف مبكر للنادي الاهلي، يقدر يوصل رساله طمانينه لكل اللاعبين ويقدر يضغط على فريق سان داونز اللي ما لعبش تحت ضغط فكره ال 3-0 او حتى 2-0 عشان يعوض النتيجه دي. فنتمنى ان شاء الله يكون عندنا تركيز ازاي نسجل هدف، خاصه ان فريق سان داونز عنده بعض المشكلات في فكره الضغط زي ما زميلي فارس قال، ولكن كمان في الاطراف عنده مشكله كبيره جدا، لو قدرنا باذن الله نستغلها نقدر نصنع الفارق، ويقدر عماره يعرض لنا بعض الصور اللي احنا نتكلم فيها عن لا دي ما دي قوه سان داونز، لا ده لازم نحذر منها، دي فكره الركنيات اللي بيتعامل معاها سان داونز، نقطه مهمه جدا لدفاع النادي الاهلي. سان داونز كتير جدا اما بيلعب دايما بتلاقي الاوفر بتاع الركنيه على خط السته، سواء لعبوا مره واحده او لعبوا زي ما حضراتكم بتشوف بتتسند على حد على حدود ال 18 وبتلاقيه بيرفع الاوفر. هات الصوره تحديد اللي بعدها بالظبط سيرينو او كان، هتلاقيه على طول في اتجاه قطري اتجاه المرمى على نقطه الجزاء او بين نقطه الجزاء وخط السته يارده، بحيث اي لمسه تكون هدف لفريق سان داونز. الصوره اللي بعدها عماره اتنقلت، وده ماديشا اللي هو لاعب باك يمين المره اللي فاتت لكن هو سنتر باك، قدر يسجل ده الهدف الاول في بيترو الهدف الثاني في بيترو اتلتيكو. دي كوره هنلاقيها مميزه دايما سان داونز بيعملها في الركنيات، نقدر نستعرض الصوره بعدها عشان نقول لكم ان الحاله دي اتكررت اكتر من مره. دي في مباراه الوداد نفس القصه، الركنيه بتتلعب على حدود ال 18 وتتلعب على نقطه السته. كمل يا عماره بالظبط، هنا برضو كانت كره خطره جدا ولكن قدر دفاع الوداد يتعامل معاها. الصوره اللي بعدها نفس القصه، بتطلع لسيرينو وعلى طول سيرينو برضو بيلعب على نقطه الجزاء او على خط السته، وبنلاقي لعيبه سان داونز مهاجمين خارجين او بعيد عن منطقه السته يارده، ومع اول الكره مترفع بينطلقوا دايما في الكوره، وده برضو هدف سجله اعتقد ميديشا ايضا. ودي في مباراه الوداد، ودي طبعا الصوره بقى لما بتتلعب دايركت بتتلعب على برضو خط السته يارده سواء على القريبه او في منتصف المرمى، خطوره كبيره جدا من ركنيات سان داونز. الاهم من الخطوره دي ان احنا عندنا حكم هنتكلم عنه اكيد، ولكن اللعيبه تكون مركزه جدا مع فكره الكوره،
ما يشغلناش الاعتراض على التحكيم او الاعتراض الحكم وسايبين الكره ممكن اي ضربه حره مباشره على حدود 18 او ركنيه تتلعب بسرعه، لان سان داونز بيجي له دي كويس جدا. حتى الكره لما بتطلع رمي التماس بتكون كره جاهزه على طول لاعب سان داونز، عشان هم عندهم رتم الكره سريع ورتم اللعب سريع، فلازم نكون مركزين ال 90 دقيقه ما نشغلش بالنا باعتراضات والكره في حوزه سان داونز في اي ضربه ثابته. لكن عندنا اطراف سان داونز فيها مشكله كبيره جدا، خاصه انك تقدر تعمل مرتدات كبيره جدا. ممكن نعرض صور هتلاقي هنا مفيش اي ضغط على اللاعب حامل الكره سواء ظهير او جناح، وهيقدر يرفع الكره. حتى التعامل مع قلبين من قلبين الدفاع صعب جدا. نقدر نشوف الصوره اللي بعدها مره، شايفين الكره سقطت فين؟ يعني ارتفاع تقريبا حوالي 2 متر او 2 متر ونص، سقطت ورا المدافع ما قدرش يتعامل معاها، ودي نقطه صغرت او نقطه ضعف كبيره جدا في قلبين دفاع سان داونز. فرق كتير وبالظبط قلناها، ولكن الفوز بالكرات الهوائيه قليل والظاهره غريبه جدا. بالظبط نقدر نستعرض دي نفس الكره دي في ماتش الوداد، وايضا برضو اتلعبت في على حدود الست ياردة، وبرضو ما قدرش يتعامل مع خط ده وما قدرش يتعامل مع مهاجم الوداد برغم ان هي كانت كره مهيئه. نشوف الصوره اللي بعدها مره، بالظبط نفس الكره بتقع في نفس المكان ومفيش تعامل من قلبين دفاع فريق سان داونز. نشوف الصوره اللي بعدها، هنا بقى ده هدف بترو اتلتيكو. الكره زي ما شايفين التحام، يقدر المدافع يقدر كتف بسيط جدا يطلع اللاعب بتاع بترو اتلتيكو خارج المباراه تماما او خارج الكره تماما، ولكن مع ذلك بينجح الجناح بترو اتلتيكو ان هو يلعب الكره بالعرض. نشوفها تاني، طبعا مفيش تغطيه. الشطوره اللي بعدها مره، بالظبط قدر ينجح ويقف في الهواء ويلعب. شايفين قلبين دفاع مفيش تمركز تماما تماما من قلبين دفاع سان داونز، وبيلعبها بمنتهى الاريحيه داخل المرمى. نقط او ثغرات ممكن نستغلها بشكل ايجابي جدا، لا ضغط على حامل الكره جهه اليمين او جهه اليسار، ولا كمان تمركز داخل منطقه الجزاء. المهم ان احنا ما نلعبش الكرات البالونيه، تكون العرضيات بتاعتنا في مستوى مش عالي قوي، ونقدر كمان نسجل ونستغل التمركز، خاصه لا الباك اليمين بيضغط ولا الباك الشمال، واعتقد هيكون لينجرمان برضو مش بيضغط وبيسيب الكره دايما للجناح. نتمنى نكون القينا ضوء على ثغره مهمه جدا، ونتمنى نستغلها بكره ان شاء الله. بص يا احمد، احنا عشان الناس برضو تبقى معانا ما تتوهوش مننا، اتعاملنا معاكم في فايلر المباراه السابقه ازاي فايلر حضر، وريناكم بالصور ان فعلا نقاط الضعف استغلها. وبعد كده احمد كلمكم عن نقاط ضعف في سان داونز واضحه جدا فيما يخص الاطراف، وبعض نقاط القوه فيما يخص الركنيات. هنروح بقى لنقاط قوه سان داونز بشكل واضح. اهم حاجه عشان انت تعالج اي خلل هو انك تروح لاقوى لحظه المنافس بتاعك كان بيستغل الخلل اللي عندك ده. وعشان كده مباراة سان داونز الخماسية هي المرجع الأول للجهاز الفني في مباراة الغد. عايزين نقف عند بعض الأرقام في مباراة الخماسية أمام سان داونز في بريتوريا. بالنسبة للركنيات 5 ركنيات، الاستحواذ 64%، تمريرات 617 تمريرة، رقم مستحيل يحصل في الطبيعي قدام النادي الأهلي، ولو النادي الأهلي بيلعب في أسوأ حالاته. دقة تمرير 89%، ده متوسط دقة تمرير، ملهوش علاقة بمتوسط دقة التمرير الطبيعية في كرة القدم إطلاقا. أنت كنت واقف بتشاهد تمريرات سان داونز، تمريرات طولية ناجحة 30، وده عدد كبير جدا بالنسبة للتمريرات الطولية اللي المفترض دقتها تكون أقل من كده. محاولات على المرمى 20 محاولة على مرماك، مش دي الفكرة. كام اون تارجت؟ 12 اون تارجت، وده رقم كبير برضو جدا. طيب شفنا ايه كل الحاجات اللي كان بيميز بيها سان داونز في مباراة بريتوريا السابقة، وهي عدد تمريرات غير مسبوق، نسبة استحواذ غير مسبوقة، وارقام قوية جدا. طيب لو بصينا في الملعب في المباراة دي، هو التمريرات الكتيرة اللي اتكلمنا عنها، مين اكتر لاعب البول ريسيفر، موست بول ريسيفر في سان داونز؟ لو نعرض الصورة هنشوفها هنا، 67 كرة تم استلامهم في المنطقة الخاصة بكيكانا، 79 مرة كيكانا استلم الكرة، 67 مرة فريق سان داونز سلم الكرة في المنطقة دي. المنطقة دي هي ما زالت في كل مباريات سان داونز الأخيرة على ملعبه هي أكتر منطقة سان داونز بيتحرك فيها في ما يخص تسليم الكرة. يعني من الآخر دي محطة هجمات سان داونز،
ودي المكان اللي سان داونز بيقف عنده سواء في تحضير الهجمة أو في ربط خطوط الملعب ببعضها. إذن مبدئيا لازم نضغط على كيكانا. كيكانا لازم ما يكونش عنده الفرصة الزمنية، لا مساحة على مستوى الزمن ولا مساحة على مستوى المكان. دول أصعب حاجتين في كرة القدم، مساحة زمنية إنه يستلم ويفكر، أو مساحة خاصة بالمكان إنه هو يقدر بسهولة جدا يوجه الكرة ويحركها في مسار صعب جدا على النادي الأهلي. طيب عايزين نبص لمباراة سان داونز في 7 حالات هم بيلخصوا إيه اللي سان داونز بيعمله على ملعبه فيما يخص المباراة دي أو بعض المباريات الأخرى. نشوف أول صورة يا عمارة. هنا بنتكلم فيما يخص فكرة الإيرلي كروس. هنا اللاعب الخاص بسان داونز بيعمل عرضية مبكرة جدا كانت في قلب دفاعات النادي الأهلي. إيه المشكلة هنا؟ المشكلة هنا التمركز بتاع دفاع الأهلي. الاتنين مش على خط واحد، فأنت مش عامل أوفسايد تراب تاخد بيها أوفسايد. كمان في الاتنين قريبين من اللاعب ولكن في النهاية هم بيصنفوا أوت أوف بوزيشن. الاتنين قريبين من اللاعب بس محدش ماسك اللاعب. نروح للصورة التانية، دي بتلخص حالة تانية لسان داونز. هنا يا جماعة دي أخطر حاجة بيعملها سان داونز، وهي فكرة تجميع اللعب في مكان ولعب الكرة للظهير العكسي. واضحة جدا، تجميع اللعب في الجانب الأيمن والظهير العكسي أو الجناح بيدخل للعمق بدون أي شكل من أشكال الرقابة. نروح للعبة اللي بعدها. هنا أيضا نفس الفكرة، كل لاعبي الأهلي ومجموعة من لاعبي سان داونز في اتجاه والكرة بتمرر في الناحية العكسية تماما. نشوف الصورة اللي بعدها. هنا اللاعب بيعمل ايرلي كروس وده مميز بيه سان داونز، العرضية المبكرة ومفيش بلوكينج عليه بالشكل المظبوط، وده ما ينفعش يحصل بكرة. عايزين نروح لحالة تانية وهي برضو بنتكلم فيها. لو شفنا اللاعب في أقصى الشاشة في اليسار كمان وهو بدون رقابة واللاعب حامل الكرة هو محضر قراره هيلعبها فين، في عكس مسار تمركز لاعب النادي الأهلي. نروح للكرة اللي بعدها. أيضا فكرة اللي وقع فيها سان داونز في مباراة الذهاب ما ينفعش نوقع فيها في العودة، وهي إن ما كانش فيه أي لاعب بيقدر في المنطقة دي يعمل بلوكينج للتسديدات. نروح للصورة اللي بعدها. عندنا أيضا تمرير المدافع الخاص بالنادي الأهلي كان خطأ في بداية الهجمة عندنا، تحول لانفراد تام لسان داونز، وهو إن اللاعب خرج بالكرة بشكل غلط، ومش مفترض إنك تخرج بالكرة في أي باص فيه ريسك. طيب إحنا كان الجمهور بيكلمنا في إن إحنا عرضنا زي ما أحمد قال نقاط قوة سان داونز، بس مش هنقف عند النقطة دي. أنت شفت كل ما يخص سان داونز، طب هتقابل ده عموما بشكل عامل ازاي؟ اول حاجه الاستحواذ. اقصى معدل للاستحواذ يخص سان داونز هو 64% في دور المجموعات كمتوسط، انت بتتكلم في ان ال 64% دول قدر يعملهم عليك. اقصى عدد للتمريرات قدر يعملها قدامك. طيب اذا انت كفريق النادي الاهلي عنده ميزه ما كانتش موجوده في اي فريق بيلعب في دور المجموعات، وهو متوسط نسبه استحواذه خارج الارض. وصل النادي الاهلي لمتوسط حوالي 54%. شفنا في مباراه الهلال السوداني في ام درمان انت الاكثر استحواذا، مباراه بلاتينيوم انت الاكثر استحواذا برضه خارج الارض، حتى مباراه النجم الساحلي انت الاكثر استحواذا خارج الارض. اذا ده شغل مدير فني في كره القدم. طب لما تيجي عند فريق كان اقوى حاجه فيه نسبه الاستحواذ على ارضه اللي قدر يوصل ل 64%، وانت اقوى ميزه عندك الاستحواذ خارج الارض. اذا هنا اللحظه اللي انت لازم التارجت بتاعك ال 64% اللي حصلوا في مباراه بريتوريا هيقلوا يوصلوا لكام. تاني نقطه، عدد التمريرات اللي عرضناها استلمها كيكانا هيقلوا يوصلوا لكام. نقطه بعد كده، المساحات بتاعه التحضير للظهير العكسي، لما خبراء يعني التاكتكس بيتكلموا في كره القدم دي حلها ايه؟ فكره تحضير اللعب في جانب، انت عندك لما اللاعب يدخل للعمق الجناح والظهير بيتحرك، طبيعي ان اللاعب الباك يمين عندك او الباك شمال هيدخل مع اللاعب ده للعمق وهتبقى المساحه دي فاضيه، انت هنا بتعمل ايه؟ ده دور الجناح. كان عندنا في مباراه بريتوريا السابقه 3 ارتكاز كان في بدايه المباراه، نيدفيد والسوليه وفتحي، وكان مفيش اي مسانده من الجناحين، انت ده مفترض ما تعملوش المباراه دي. حسين الشحات لو لعب ومعلول لو لعب او لو بقى فيه افكار من النوعيه دي كجناحين، مفترض يكون مسانده لايمن اشرف، مفترض يكون فيه مسانده لاحمد فتحي،
ما ينفعش المساحه دي اللي بيدخل الجناح للعمق والظهير بيتقدم ما يكونش الجناح راجع معاه. دي اهم النقاط اللي لازم نركز عليها بكره، زي ما قلنا نقاط القوه، قلنا الروشتة بتاعه علاجها، وقلناها هتكون مهمه جدا جدا يا احمد. النقاط دي عملها بالظبط فوزي البنزرتي في 2019، لان الناس ممكن تقلق انتوا جايين تتكلموا ليله المباراه عن مباراه سابقه، اكيد بنستعرض اخطاء عشان ما نقعش في الاخطاء دي، وانا اتوقع ان شاء الله مش هنقع في الاخطاء اللي حصلت السنه اللي فاتت او شهر مايو اللي فات، لان دي كانت ظروف خاصه جدا، مباراه كل اللاعبين ما كانوش في يومهم وكان في حاله من عدم التركيز واخطاء بالجمله، برغم ان انت كنت بادئ بدايه قويه جدا اول 10 دقائق. لكن الحقيقه عندنا قصه الضغط على حامل الكره في فريق صن داونز، اللي هي فكره التميز بالكرات القطريه والكرات الطوليه اللي بينجحوا فيها في تسجيل اهداف، ودي خطره جدا 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 وبيعتمدوا عليها بشكل كبير جدا في اختصار الوقت للوصول لمرمى المنافس. عندنا فريقين عربيين، فريق راح هناك قدر يطلع بنتيجه ايجابيه وفريق اخر راح طلع بنتيجه سلبيه. ممكن نستعرض صور الضغط ازاي. ده فريق الوداد في نسخة 2019 مع فوزي البنزرتي، لاعب صن داونز كيكانا بيستلم الكرة، اللقطة اللي بعدها كان في ثلاث لاعبين محاصرين كيكانا، لا مساحة زي ما فارس قال ولا وقت عشان يلعب الكرة، حتى لو بيعمل فاول ففي النهاية بيقدر يخلق الفاول خارج مناطق الخطورة لفريق الوداد، على عكس فريق اتحاد العاصمة اللي كان لو شفنا الصور اللي بعد كده سايب تماما اللاعب براحته تماما يلعب الكرة الطولية. لاعب الكرة الطولية بيتحرك بشكل قطري المهاجم خلف المدافعين وبيقدر يستلم الكرة وبيصوب، لكن دي الحارس تألق معاها. هل تعلم أو هل خد باله فريق اتحاد العاصمة الجزائري من الكرة دي؟ بالعكس، حتى بعد التعادل اتلعبت نفس الكرة بالظبط، والمرة دي قدر يسجل منها صن داونز. نفس القصة، مفيش ضغط على حامل الكرة من فريق صن داونز، وبرضه بتتلعب خلف المدافعين وبيقدر يستلمها المهاجم وبيسجل هدف لصن داونز، بيحسم بيه اللقاء. نقطة مهمة جدا ونقطة قوة كبيرة جدا عند فريق صن داونز، تقدر تتحكم فيها أو تمنع الخطورة بأنك تمنع أصلا الكرة الطولية، أو بقدر الإمكان تحاول تضيق المساحة وما تخليش اللاعب حامل الكرة في صن داونز سواء الخط الخلفي أو في نص الملعب تحديدا كان إن هو يقدر يلعب الكرة الطولية، لأن وقتها تبقى بتسبب أزمة كبيرة جدا وبتحط المدافع في اختبار صعب جدا مع مهاجمين بيجيدوا التحرك وكمان بيمتلكوا السرعة والإتقان على المرمى. فأتمنى فكرة نص الملعب أو إن الدفاع ما يبداش من الخطوط الخلفيه، يبدا من الخطوط الاماميه، وده اللي عمله بالظبط فوزي البنزرتي في النصف نهائي 2019 بانه لعب 4-4-2، غير طريقته خالص، وكمان الاثنين اللي كان بيلعب بيهم ما هماش كانوا مهاجمين، كان منهم وليد الكارتي اللي هو اصلا لاعب دايره او نص ملعب في فريق الوداد، لكن قدر يلعب بيه عشان يقدر اولا عنده امكانيات ان هو يقطع الكره ويضغط على حامل الكره في صن داونز، وكمان عنده الزياده الهجوميه. حتى المهاجم الثاني كان جناح زهير المترجي على ما اتذكر، كان لعب ب 4-4-2، وبرغم محاولات صن داونز واستحواذ صن داونز لكن قدر، لان طبعا عارفين 4-4-2 بتلعب على كل مساحات الملعب وبتامن لك تماما الخطوط الخلفيه، قدر يطلع برغم الاستحواذ وبرغم الارقام اللي هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي بنتيجه 0-0. صن داونز كان محتاج هدف واحد فقط لغير يصل بالنهائي للنهائي، لكن ما قدرش يحققه. نستعرض احصائيات مباراه الوداد مع صن داونز. الاستحواذ كان كاسح لفريق صن داونز 67% مقابل الوداد 33، عدد التمريرات برضه فوق ال 500 لصن داونز 502 مقابل 244 تمريره فقط لغير، لكن عشان تضييق المساحات على صن داونز كانت الدقه على عكس اللي استعرضناه في ماتش الاهلي وصن داونز 77% فقط لغير، لكن الاخطر الوداد منع صن داونز ان هو يجري اي محاولات على المرمى سوى 5 محاولات خلال شوطين. فريق بيلعب على انه يسجل جول يصل لنهائي البطوله ما قدرش يعمل عليك غير 5 محاولات، ده بسبب الضغط الامامي على حامل الكره. 12 ركنيه لصن داونز مقابل 3 الاخطاء، وهنا لازم نقطه لخط دفاع النادي الاهلي. صن داونز بيجيد الكرات الثابته، حاول تقلل الاخطاء خاصه في مناطق الخطوره على حدود منطقه الجزاء، يمكن حتى الهدف الثاني اللي اتسجل من ضمن الخماسيه كان من خطا زي ده، والكره اتلعبت من كره ثابته وقدروا يسجلوا الهدف الثاني. 12 خطا من فريق صن داونز مقابل 10 اخطاء، وده تعامل ذكي جدا من لاعبي الوداد مع فريق صن داونز. الكرات الطوليه لصن داونز
27 واحده ناجحه من 71 مقابل 13 من 82 الوداد. طبعا الوداد كان بيلعب على تامين دفاعاته. العرضيات 6 ناجحين فقط من فريق صن داونز من 29 مقابل 3 من 14. هنا بقى الالتحامات الارضيه هتلاقي فريق الوداد كان 48 التحام. وهنا برده رساله للاعبي النادي الاهلي تحديدا في الالتحامات الارضيه او الهوائيه وتحديدا مع بدايه المباراه، لازم المنافس يحس ان انت عندك اصرار على استخلاص الكره، لازم يحس ان انت عندك اصرار على المكسب من اول دقيقه. الالتحامات دي بتفرق جدا نفسيا في الجانب النفسي، القتال في الملعب وفكره الفوز بالالتحام سواء ارضي او هوائي بيقدر يوصل رساله للمنافس ان انت نازل عشان تصعد، نازل عشان تحقق الفوز. اكيد مباراه صعبه، لكن زي ما عرضنا او زي ما فارس استعرض المباراه اللي مش بنحب نتذكرها دايما، ولكن عشان نتعلم من اخطائنا بنستعرض لكم مباراه كان فيها الوصول النهائي محتاج لهدف واحد من فريق صن داونز ما قدرش يحققه بخطه طبعا فوزي البنزرتي ولاعبي الوداد واصرارهم على الفوز بالالتحامات والتامين الدفاعي بشكل كبير جدا. لكن بكره رينيه فايلر هيعمل ايه؟ لعيبه النادي الاهلي هتعمل ايه؟ نتمنى طبعا ليهم كل التوفيق، نتمنى يكون زي نسبه الاستحواذ العاليه بتاعتنا في كل المباريات الافريقيه. وده بقى المدير الفني اللي بيلعب بشخصيه البطل، اللي هو فكره بلعب جوه ملعبي او بره ملعبي، انا بلعب على فكره الاستحواذ وانا يكون ليا الابر هاند في المباراه. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، نتمنى تركيز تام من لاعبينا ودايما نلعب على نقاط ضعف فريق صن داونز ونتلاشى اي نقاط قوه لفريق صن داونز، وان شاء الله نحقق المعادله دي ونصعد بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كثير من التحضيرات انا واثق ان هي اتعملت، يتبقى تنفيذها في الملعب. ولكن اتكلمنا في الجانب الفني، كرة القدم ليست معركة فنية فقط، ولكن التحضيرات الخاصة بكل ما يحيط بالمباراة هي خاصة بالمدير الفني القوي، المدير الذي يجيد الاهتمام بالتفاصيل هو المدير الفني الناجح. شفنا السفر بدري والعودة مع صن داونز كانت خطوة مهمة جدا، محدش سابق حد بخطوة. هو مع صن داونز من لحظة وصول صن داونز أنا كمان بستعد للمباراة، مفيش راحة. شفنا كمان اللقطة اللي كان فايلر فيها بيبص للشمس وبيسأل الممثل الخاص بالملعب اتجاه تعامد الشمس في الملعب. يعتقد البعض أن مثل هذه التفاصيل هي تفاصيل عادية في كرة القدم، ولكن أبدا هي تفاصيل مهمة جدا. ملعب أنت مش معتاد عليه، مش متعود تلعب في الوقت ده، تعامد الشمس للاعبين شيء مهم جدا، أن أنت بتشوف اللحظة اللي هيكون فيها فريقك قبل بداية المباراة هيلعب في الجزء الأيمن ولا الأيسر من الملعب. كمان بتشوف هل في الوقت ده الشمس هتكون موجهة لعين اللاعبين ولا لأ. كل دي تفاصيل موجودة في كرة القدم ومهمة، ولكن الأهم إن هي تترجم لتفوق في الملعب، لأن التحضيرات جزء صغير جدا جدا من كرة القدم. الجزء الأكبر يتعلق بشخصية الفريق وتركيزه داخل المباراة نفسها. شفنا الجانب الخاص بالفريق وفايلر فنيا ونفسيا وما سبناش معاكم.